ان داريه الاولى مازال ان شاء الله مازال غنتبع بوقفات احتجاجيه اخرى حتى يرفع علينا الضرر، لان هذا راه كيشكل خطر كبير على الساكنه ديال هذه الحياده. وباش يتلس الراي المحلي قال غندير لهم هنا اداره ديال الامن بوليس ديال الصوميت في الريتشوسي، وداير لنا مسجد خطف على الشارع وتترماقي بسميتو. انا كسائر هاد الاخوان هادو كنا سكننا مؤخرا، وبناء على واحد الرؤيه وراونا ديال الماركتينغ وبينوا لنا ان العمارات من الداخل ومن برا والافق ديالها اللي محترمه التهويه والشمس والاسباس فير الى اخره. ما داش مده بسيطه حتى تتفاجئوا ان هاد البلاصه اللي امامنا وكانوا وراوه لنا ان غادي تكون يعني دي جاردان هكا بالتدرج، غادي تدوز هنا مجمع ديال ما عرف 4 أو 5 العمارات ديال 7 طابقات. امامنا هنا معلمه اللي بها ضمننا الشراء ديالنا، المعلمه ديال تمليه مولاي اسماعيل. ما كناش كنظن في الحسبان ان غادي يجي قدامها وغادي يتبنى واحد المجمع سكني. السكان ديال الحي ارتاوا باش يديروا بهاد الوقفه باش يعبروا على الرفض ديالهم لبناء عمارات في هاد الموقف ديال السيارات ديال تنويه مولاي اسماعيل. هاد الموقف هاد المحل مخصص كموقف للسيارات ديال هاد المؤسسه منذ انشائها ايام الاستعمار. يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول، يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول. مع الاسف كل شيء ساكت وكل شيء شايف، ما عرف شكون هذا السيد هذا، الله اعلم. هذا المشروع هذا اللي كنسولوا عليه كيقول لك راه داز، راه جات اللجنه وفاليداتو. شكون هي هذه اللجنه؟ كنسولوا عليه بلون ما كاينينش، لي بلون ابروفي ما حتى واحد ما عندنا، حتى واحد ما اللي سرسنا عطينا شي حاجه كيقول لا هاد الجهه ما تهضروناش عليها. علاش بصفه ما نهضروش عليها؟ حنا ساكنه هنا يا سي، حنا تنصب علينا نورمالمون. الفضاء هذا هو فضاء لكمال امن السيارات اولا، وثانيا كمتنفس بالنسبه للتلاميذ ديال المؤسسات. الا شفنا بانه كاين هناك ثانويه مولاي اسماعيل، ثانويه للامينة، هناك بعض المؤسسات الخاصه، اذا المتنفس الوحيد ديال هذا المكان هذا هو هذا الفضاء هذا. هذا عار، هذا عار، معلمه في خطر.